أخبار اليوم. ربنا معاكم. طب انتوا حاسين ان الجامعه موفره الهدوء التام للامتحانات ولا لسه هتخشوا تشوفوا ايه النظام؟ يعني هنتكلم بعد الامتحان ان شاء الله. طب يعني انت حاسه الامتحان كان صعب؟ يعني الحاجات دي انتوا مش صعب؟ كلنا في الفرقه مش مستوى واحد، وكلنا عارفين ان احنا الدكتور كان وعدنا بايه وجاب ايه. الدكاتره كانوا منزلين ان في حاجات مش هتيجي، لانها في اخر نقطه في الامتحان خالص. لا، اللجان مظبوطه وهدوء ومفيش اي حاجه، مفيش اي شكوى من اللجان صراحه. الوقت كمان ساعنا كان على طول الوقت بيأثر معانا. الدكتور يعني راعى الوقت في الامتحان ده، احسن حاجه النهارده في الامتحان. بس الامتحان كان في مستوى الطالب الايه؟ يعني المتوسط. اللي بنسبك ايه؟ 90 95. هو اللي جان ايه؟ لا، اللي جان كل واحد في حاله، ما فيش حاجه. مش اي حاله غش جوه عندكم في اللاب؟ مستحيل. لا الحمد لله، برضو حليت بنسبه 95 98 كده. الامتحان في مستوى الطالب ليه؟ في مستوى الطالب العادي مش المتوسط كمان. الامتحان من الحاجات اللي بتاخدوها في المحاضرات والدكاتره بيدوا لكم توقعاته؟ حضرتك الدكتور اصلا بيجيب الامتحان بتاعه من المحاضرات مش من الكتاب. لا، كل الدنيا ماشيه تمام، مفيش اي حاجه، يعني مفيش مشكله. بتبقى اي حاله تغش جوه؟ لا لا، يلا ربنا.